بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا التسجيل بمشيئة الله حنحاول نغطي بعض المفاهيم أو الأفكار الرئيسية حول الحلقات الجزئية. طبعا حنرمز حنفترض أنه عندي هذه حلقة، وحنفترض الإس لا تساوي فاي جزئية من R. حنقول على اس حلقة جزئية وحنرمز لها بالرمز التالي. حنتفق على بعض الرموز، حنرمز لها بالرمز التالي، هذا الرمز يعني لأن الحلقة جزئية. طيب لو كانت عندي اس جزئية من ار، لو الاس جزئية من الار وكانت الاس لا تساوي الار، في ذي الحالة حقول على الحلقة جزئية فعلية، وحنرمز لها بالرمز التالي. طبعا عندنا الحلقات الجزئية احنا ممكن نقسمها إلى قسمين، حلقات جزئية فعلية وحلقات جزئية تافهة أو امبروبر وتريفيال. فالتريفيال حتكون الحلقة صفر والحلقة نفسها. طيب حنأخذ مبرهنة هامة أو عنوان هام الذي من خلاله حنتحقق من أن الحلقة جزئية. طبعا الحلقة الأم اللي هي R صفاتها تتوارث للحلقة الصغيرة أو الجزئية. أنا عندي هذه الحلقة أم، الأم R، وعندي هنا الحلقة الجزئية S. ففي الحقيقة الصفات هي متوارثة، يعني الـ S تتوارث صفات الـ R، لكن في عندي نقطتين هامتين. إذا تحقق هاتين النقطتين نقول على الحلقة أنها جزئية، وهو شرط لازم وكافي. يعني لو الحلقة جزئية حيتحقق الشرطين، لو تحقق الشرطين حتبقى الحلقة جزئية. عشان كذا في الإثبات حنثبت في الاتجاهين، والإثبات في الحقيقة مباشر. لو افترضنا أن الحلقة جزئية حنمشي بهذا الاتجاه وحنثبت الشرط واحد واثنين. طيب أنا عندي أصلا الإس، بما ان الاس حلقه جزئيه بالتالي حتحقق لي شروط. مثلا الاس مع علامه مع عمليه الجمع زمره ابداليه، ومن ثم حيتحقق لي شرط الانغلاق، او شرط العمليه الثانيه والانغلاق، وبالتالي الشرط الاول محقق. طيب وبرضه بما ان الاس اصلا هي حلقه جزئيه، بالتالي الشرط الثاني اللي هو حتكون الاس بالنسبه لعمليه الضرب شبه زمره. ومن ثاني برضو اول شرط، لما اثبت الشبه زمره، انا لما اثبت الشبه زمره في عندي خاصيتين اثبتها اللي هو الانغلاق والعمليه التجميعيه بالنسبه لعمليه الضرب، فيبقى هذا الشرط محقق. نجي للعكس، حفرض الشرطين محققين او محققان، وحنثبته ان الاس حلقه جزئيه. طيب من الشرطين واحد واثنين، من اس زمره جزئيه بالنسبه لعمليه الجمع، نجي بالنسبة لعملية الجمع الاس زمرة جزئية. طبعا احنا حنثبت ان حلقة، وبالتالي رقم واحد اس زمرة جزئية بالنسبة لعملية الجمع. وبما ان الار تحقق الخاصية الابدالية فهي صحيحة على الاس، لان الاس اصلا هي جزئية من الزمرة، هي جزئية من الار، وبالتالي الاس زمرة جزئية وابدالية. اذا هنا تحققنا من عملية الجمع، وبالتالي الشرط الأول حيتحقق. بما أن الخاصة الإبدالية صحيحة لعملية الجمع، برضو حتبقى الزمرة جزئية إبدالية. طب بما أن برضو عملية تجميعية والتوزيع على الضرب صحيحة على الأر، فهي صحيحة على الإس، كون الإس مجموعة جزئية من الأر، ومن ثم الإس حلقة جزئية من الأر. في الحقيقة هذا الإثبات مباشر، وهذا البرهان أو هذا الأسلوب مهم جدا للتحقق من الحلقات الجزئية. طب نجي للأمثلة. طبعا أنا عندي الحلقة صفر والحلقة R، حلقتان جزئية لأي حلقة، هنسميهم الحلقات الجزئية التافهة. طيب أو بعد كذا، طب لنتحقق هنا مثال، حنأخذ بعد قليل أمثلة حنتعلم إزاي نحسب الحلقات الجزئية الفعلية للحلقة زد ان. طيب هنا نستطيع هذه المجموعة نتحقق أنها حلقة جزئية،
بالتالي نروح هنا في بالنسبة لعملية الجمع، نثبت أنها زمرة إبدالية، وبرضه هنا نثبت أنها شبه زمرة، ونشوف عملية التوزيع أو أنا موضحهم في هذه الصفحة. الإثبات أن S 6 زمرة جزئية، فنحن بحاجة لإثبات أن S مغلقة تحت عملية الجمع. لو رحنا أخذنا العناصر اللي في عملية الجمع بالفعل نجد أنها مغلقة. طيب، وبرضه حنشوف الـ S، وعملية الضرب برضه مغلقة بالنسبة لعملية الضرب. برضه تتوزع عملية الضرب على الجمع لأن أصلا هي محققة للـ R. وبالتالي من أولا وثانيا وثالثا فإن الـ S حلقة جزئية من الـ R. طيب، أمثلة أخرى على إثبات الحلقات الجزئية، وكيف نتأكد من أو نتحقق من الحلقة الجزئية. عندي مثال مجموعة الأعداد الصحيحة حلقة جزئية من R، وهذا بسيط جدا، نستطيع أن نأخذ عنصرين من Z وحنوضحهم في مثال قادم. طيب، برضو مجموعة الأعداد الصحيحة لو ضربناها في N، والـ N عدد صحيح موجب، لو ضربناها في الـ N برضو هذه حلقة جزئية من Z، لأن لو أخذنا عنصرين وجمعناهم أو ضربناهم حنجدهم موجودين في هذه المجموعة، اللي هو الشرط اللازم والكافي. برضو عندي مجموعة الأعداد المركبة التي بهذا الشكل، هي حلقة جزئية من مجموعة الأعداد المركبة، وإثباتها بسيط جدا، نستطيع أن نأخذ عددين مركبين بهذا الشكل ونطرحهم ونضربهم في بعض، نجد أن الناتج، طبعا حجمع الحدود الحقيقية الوحدة والتخيلي الوحدة، وهذا ينتمي لزد وهذا ينتمي لزد، وبالتالي الفرق بينهما ينتمي إلى زد اي اللي هي الحلقة الجزئية. برضو نروح نضربهم ضرب عادي كما تعلمنا في الأعداد المركبة، أحصل على هذا الناتج، وبالتالي عملية الضرب تنتمي إلى زد، ومن ثم الزد اي حلقة جزئية من الأعداد المركبة سي. طيب، مثال آخر برضو عندي المجموعات التي بهذا الشكل، اللي A زائد B جذر 5 جذر 4 إلى آخر جذر 3 جذر 6 وليس جذر 4. طيب، الـ S لا سيفه جزئية من Z، هأخذ عنصرين بهذا الشكل XY، وراح أخذ الفرق بينهما، أجد هذا ينتمي إلى Z وهذا إلى Z، والفرق بينهما ينتمي إلى الإيه؟ ينتمي إلى ينتمي إلى إذا الفرق بينهما ينتمي إلى الـ S، لأن هذا ينتمي لزد وهذا ينتمي لزد، يعني أعطاني نفس الشكل. برضه لو رحت ضربتهم ضرب عادي، هذا المقدار ينتمي إلى الأعداد الصحيحة وهذا ينتمي إلى الأعداد الصحيحة، وبالتالي الـ X في Y حيدي لي إيه؟ حيعطيني حينتمي إلى S، ومن ثم الـ S مجموعة جزئية من زد. نأخذ أمثلة في الحقيقة متنوعة حتى تثبت لدينا الفكرة. طيب، لو عندي الحلقة ما تسمى حلقة المثلثات العليا، هي بهذا الشكل، هذه جزئية من R، طبعا لا تساوي فايل المجموعة لأنه على الأقل موجود العنصر المحايد الضربي والعنصر المحايد الجمعي. طب لو أخذنا مصفوفتين أهو بهذا الشكل ورحنا نضربهم في بعض أو نقصناهم من بعض، في الحقيقة حنحصل على نفس الشكل. أنا أخذناهم ناقص بعض، هذا الشكل مصفوفة مثلثية عليا، لو ضربناهم مصفوفة مثلثية عليا، وبالتالي الـ M جزئية من الـ R. طيب، برضه حلقة الأعداد الصحيحة، حلقة الأعداد الصحيحة جزئية من حلقة الأعداد النسبية، والإثبات بسيط جدا، A ناقص B، نأخذ أي عددين ينتمي إلى Z، والـ A في B ينتمي إلى الـ Z، ومن ثم مجموعة أو حلقة الأعداد الصحيحة حلقة جزئية من الـ A، حلقة من الكيو. طيب، برضه مجموعة لو عندي الزد مجموعة الأعداد الصحيحة الزوجية، برضه هي حلقة جزئية، حلقة جزئية من زد، لو أخذنا عنصرين، طبعا أنا عندي عددين زوجيين، حيبقى مضروب في الاثنين، هذا عدد زوجي وهذا مضروب في الاثنين، لو طرحناهم في بعض برضه الناتج حيبقى عدد زوجي، لأنه حيبقى عندنا اثنين مضروب في هذا المقدار، والـ N ناقص M ينتمي إلى زد. برضه لو ضربناهم اثنين في اثنين بأربعة، يعني استطيع اكتب الناتج بهذا الشكل، اثنين في حاجة، وهذا الناتج اللي جوه ينتمي الى الاعداد الصحيحة، وبالتالي ينتمي الى الاعداد مجموعة الاعداد الصحيحة الزوجية، ومن ثم مجموعة الاعداد الصحيحة الزوجية مجموعة حلقة جزئية من الزد. لكن هنا في عندي مثال على الحلقة الفردية، حلقة
لو عندي مجموعة الأعداد الفردية فهي ليست حلقة جزئية، سحلات ساي فاي وجزء ام زد، لكن لو أخذت عنصرين وطرحتهم من بعض لا ينتمي إلى زد نوت. مثل لو أخذت الاب بي بسبعة والاب بي بخمسة، الفرق بينهم اثنين لا ينتمي، إذا لم يتحقق هذا الشرط، وبالتالي حنقول أنها ليست حلقة جزئية. طبعا في هذا المثال حنتعلم ازاي في حسوب الحلقات الجزئية للحلقات الأعداد الصحيحة قياس ان. طبعا احنا لما نجي نحسب حنقول هنا واحد، هذا الحل اثنين. لو نجي نحسب طبعا الحلقات الجزئية تافهة للحلقة نفسها وفصل الصفر. لإيجاد الحلقات الجزئية نروح نحلل ال 12 إلى عوامل الأولية، حلقة 2 في 6 أو 3 في 4. إذا عندي أربع مجموعات جزئية فعلية، اللي مضاعفات الاثنين، مضاعفات الستة، مضاعفات الثلاثة، مضاعفات الأربعة. هنا عندي مضاعفات مثلا الاثنين أو لحد 10 أوقف، لأنه بعدين 12، 12 على 6 صفر، يرجع لي العنصر الأول. وبعدين أروح أكتب مضاعفات الثلاثة ومضاعفات، هنا مضاعفات الثلاثة. طبعا حتوقف عند 9، مضاعفات الأربعة وهكذا، مضاعفات الستة، لأنه بعد كده ما ينفع 12 حيدي لي الصفر. إذا عندي أربع مجموعات جزئية فعلية، مثلا عندي لو زد 15، 15 عبارة عن 5 في 3، إذا عندي مضاعفات الخمسة وثلاثة. عندي مجموعتين تافهتين اللي المجموعة نفسها والصفر، وعندي مضاعفات الخمسة الثلاثة ومضاعفات الإيه؟ الخمسة. طيب لو كان العدد اللي هنا أولي، العدد في حالة العدد الأولي حيكون عندي مجموعتين فقط في الحقيقة، اللي هي الصفر والمجموعة نفسها في حالة لو كان عندي العدد أولي. في الحقيقة هذه أمثلة متنوعة تساعد إحنا كثير لاستيعاب مفهوم الحلقة الجزئية. في الأخير لدينا ملاحظتين حنقولهم، لو كانت الحلقة جزئية فقد تكون الحلقة R ذات عنصر محايد، لكن الجزئية لا تحتوي على عنصر محايد. فمثلا عندي هذه الحلقة زد، الحلقة الأم هنا 2 زد، يعني حضرب هذه الحلقة 2 زد وهذه زد، فواضح هنا العنصر المحايد واحد، لكن في هذه الحلقة لا يوجد عنصر محايد، فننتبه لهذه النقطة. وقد يكون العكس، الحلقة الجزئية قد تكون ذات عنصر محايد ولكن الحلقة الأم ليس لها عنصر محايد. فمثلا عندي R لو عبارة عن المصفوفات المربعة التي بهذا الشكل، وحنفترض الاس بهذا الشكل، واضح أن R لها محايد، هذه R واحد وصفر صفر واحد، والاس حلقة جزئية وعنصرها المحايد واحد وصفر صفر، بالتالي العنصر المحايد هنا لا يساوي هنا. برضه هذه ملاحظة ننتبه لها، إن شاء الله نكمل بعض الخواص في المحاضرة القادمة، نكتفي بهذا الجزء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.